لا يعني هذا يعني ريال متبجح حقيقة وقليل الأدب إنه يتكلم بهالطريقة، إني أنا ما خفت من ربي أخاف منك. يعني هذا رب العالمين، يعني الله يمهل ولا يهمل، ورب العالمين راح يبتلي ابتلاء ما فكر فيه. مثل مرة يعني كنت أقرأ في كتب التاريخ الإسلامي إن واحد تحدى ربه يعني، وقال أنا ربي لو يبتليني أي ابتلاء أصبر أبد أي ابتلاء، وكان يقولها يعني قدام الآخرين يعني. فقوم رب العالمين عقب مدة ابتلاء بحصر البول، يعني يكون حصران يروح الحمام يعني يكرم السامع البول ما يطلع. صار من تألمه وعذابه بهالابتلاء صار يدور في السكك في القرية اللي هو فيها والمدينة اللي هو فيها، ويقول حق الأطفال ادعوا لعمكم المجنون اللي تحدى ربه بهذا الدعاء. فأنا قاعد أقول هذا يعني هذا قاعد يتحدى ربه، أولا قاعد يسوي الغلط وعنده علاقات نسائية، وهي طبعا ارتكبت الغلط بالتجسس، لكن عموما المعلومة وصلت الآن. فكون يرد عليها بهذا الرد وهي حامل، هي أمام أمرين، إما الانفصال أو الاستمرار، وما في حل ثالث. طبعا الانفصال يحق لها للسبب اللي هي قالته، والاستمرار على أمل إن هي تحاول تستوعبه أو تدخل طرف ثالث يسمع كلام، أو ربما يعني يكون هي حريصة على استمرار الأسرة وتنتظر اللحظة اللي رب العالمين راح يأدبه وراح يعاقبه وهي الذكرى. وأنا عندي قصص وايد إنه في زوجات صبروا وفعلا شافوا التأديب الرباني للإنسان المغرور أو المتغطرس أو المتكبر في ارتكاب المنكر أو المحرمات. فهي أمام خيارين، بس أنا الحين ما أقدر أقول لها أي خيار تختار، لأن أولا هي حامل، ثانيا زوجها عنده علاقات، ثالثا هي متزوجة زواج تقليدي وجديد من 4 شهور، ف يعني تحتاج هي تفكر حتى تاخذ قرار. بس لو قررت الانفصال مو غلط، ولو قررت الاستمرار مو غلط في الحالتين.